أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عند موت الميت عندنا يذبح أهل الميت ذبيحة بعد موته، فهل لنا أن نأكل منها؟ لا تأكلوا منها، هذه ذبيحة بدعية أنزل الله بها من السلطان. ليس في الإسلام الذبح عند موت الأموات، وإنما في الإسلام ذبح الأضحية عن الميت في وقت الأضحية، لأن ذبح الأضحية سنة عن الحي والميت والشعيرة. وأما الذبح عند الموت أو عند الدفن أو بعد الأربعين، كل هذه بدع أنزل الله بها من السلطان، وهي ذبائح محرمة لأنها لم تبنى على دليل من كتاب الله وسنة رسوله. نعم.